يبدا بها لان اوروبا افريقيا اصعب شويه. كل يدير واحد رحله افريقيا رحله اوروبا يكتسب منها خبره قبل ما يدير رحلته، من بعد يدير رحله اوروبا، من بعد يدير رحله افريقيا. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله نعلق على رحله الجنوب الغربي، اخر رحله هذه اللي درناها، وثاني نجاوبوا على الاسئله اللي طرحوها لنا الناس بزاف في التعليقات. هنا في التليفون راني كاتب الاسئله، الاسئله اللي الناس طرحتها بزاف ونجاوبوا عليها. الرحله من ناحيه التقنيه باختصار، فالتمليحه هانيه بدون مشاكل، صفر اعطال، المضخه ما خدمتش، البياسات ما كاش الا هذيك الطيحه اللي طرحتها قبل الركان نهار نقرض لي الفيس. من غير هذيك الطيحه الرحله فاتت هانيه بدون مشاكل من ناحيه التقنيه. ومن ناحيه اخرى الرحله ما تمتش بالشكل المرغوب او الشكل المطلوب او بالبرنامج اللي كنت مسطره، يعني كنت داير نفوت من طريق وما فتش من طريق، كنت داير نروح الاماكن وديك الاماكن ما رحتلهاش كيما غارج بيلات، شناشن، برج باجي مختار، تين زاوطين، تين ياوطين، بزاف صوالح. برنامج تاعي كان واسع، نقدر نقول 70% فقط من الرحله او اقل 60% من الرحله مشيت مع الطريق هذيك، و 40% اللي بقات هذيك منعنا ما فتناش معاها لاسباب كثيره. اما خلاصه الرحله، الرحله فاتت هانيه سواء من الناحيه التقنيه او من باقي النواحي، الا انه كما قلت لكم ما تمتش بالشكل المرغوب بالشكل المطلوب، كنت باغي نفوت مع الطريق ما فتش مع الطريق. من غير هاد الصوالح الحمد لله رحنا وجينا بخير. اما الصعوبه كانت صعبه نوعا ما على الرحله السابقه، رغم انه الرحله السابقه كانت عندي تجربه اقل ونغبنت غبنت فيها بزاف، لكن كي خرجت هذه الرحله التاليه صرت راح نغبنت اكثر، من ناحيه زعما من الناحيه البدنيه، من ناحيه الجهد عيد شويه. علاش؟ لانه حكمني ريح ملي خرجت من الدار، اذكر اليوم الثاني او اليوم الثالث، ايوا اليوم الثالث من الرحله، اليوم الثالث من الرحله كي وصلت للزويه هذيك، ولا اليوم الثاني وطلع جبل العصفور عليها حكمتني هذيك العاصفه هذيك، ومن ذاك الوقت هو ريح. الا كي لحقنا مدينه بشار وتلاقيت مع ابو صحابه، من تماك هو الريح دافعنا 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 حتى لحقنا تندوف هذيك 70 في التمليحه. بصح كي من تندوف حنا رايحين الاضرار حكمنا ريح. المهم من ذاك الوقت هو ريح حتى تقريبا الاسبوع الاخير ما قبل نهايه الرحله، يعني كي لحقت كي خرجت من الجلفه من حاسي الفدول هذيك وسيدي الاجال ودخلت حدود ولايه تيرت، كي لحقت الرشايقه في ذاك النهار اللي لحقت الرشايقه وحماديه، في ذاك النهار كان كاين الريح، يعني غدو من ذاك ساعه ما كانش ريح. لحقت الشمال الجزائري جو ربيعي، كان كاين البرد، البرد حبس تقريبا كي خرجت من ولايه تيرت. بصح الريح تهنيت منها في ذيك الفتره، يعني الاسبوع الاخير او ربع ايام التاليه، خمس ايام التاليه هذيك فات الحمد لله روعه، جو ربيعي شباب، كان كاين شويه برد لكن الريح بس. تسمى من ناحيه الريح، الريح غبني بزاف، وراك تعرفوا الريح ما نقولوش حنا عدو الدراج لكن يعتبر عائق. علاش؟ لانه الدراج الرحاله راه مدجج بالقش، الدراجه تاعها كبيره ودرجه السفر اصلا هي وحدها ثقيله، فما بالك تزيد لها قش، تسمى الريح يحبسك. لكن حنا دائما نحاولوا نتاقلموا مع الريح هذا ونخلوه جزء من الرحله تاعنا، لاخاطش الريح كل ما تخرج يغبنك هنا ما توليش في خير وتولي تكره الرحله تاعك مع انه يطيح. لازم تتاقلم مع الريح هذا ولازم توالفه. ولهذا شحال واحد يتصل بيا نقول له خرج تدرب في الريح مليح، كي تشوف ذاك اليوم العاصف عمر السيكان تاعك، ترك في الدار ما عندك مول، عمر السيكان تاعك عمرهم بالقش، مانيش عارف انا رفد القش تاع الدار، رفد القش خاطي كاع تخيم. المهم تقل روحك مليح وخرج في ذاك الجو العاصف باش توالف ذاك الريح، خلي الريح يدور في صدرك، جرب نفسك في هذا في هذيك الظروف. وايضا صعوبه ثانيه تاع الرحله من ناحيه اني ضيعت صوالح بزاف، كما تعرفوا اليوم الاول ضاع لي جهاز الشاحن بوش ميلر، واليوم الثاني او الثالث راح لي التليفون، وصراحه انا كنت باغي نرجع، كنت باغي نرجع كي ما حسستكمش باللي انا كنت باغي نرجع، كنت دائما نشوف الجانب الايجابي، دائما نحوس نرفع المعنويه تاعي، دائما نقول قدر الله ما شاء فعل، نحاول نتاقلم مع الوضع. وكما كان الحال كملت الرحله تاعي رغم هذاك الشيء اللي صرا لي، ضيعت بزاف صوالح ما قيمتها 10 ملايين او اكثر، المخده انتقبت لي بزاف صوالح راحوا لي، لكن قلت معليش لازم نكمل لازم نكمل. وهذا الشيء ثاني صرا لي في الرحله السابقه، الرحله السابقه ما ضيعت الصوالح، لكن في الرحله السابقه جاتني صعيبه وحسيت بالوحده. حكيت لكم في فيديو شرح العدد المستخدم هذاك اللي شارح فيه هذه التفاصيل. المهم
تسمى الصعوبة من ناحية طبيعية أو الجهد أو الناحية البدنية أن الريح قبلني، وأيضا أني ضيعت صوالح بزاف، ضيعت صوالح بزاف ما قيمته دراهم، ومع ذلك كملت. وخلاصة الرحلة أنها فاتت مليحة الحمد لله، رحنا بخير وجينا بخير، وأيضا استفدت منها ما لم أستفده في الرحلة السابقة، لأنه هذه المحنة هذه اللي فاتت عليا وضيعت صوالح والريح وكاع، هذه المحنة هي اللي تربي الإنسان وتعلمه، ماشي النعمة. سؤال على سميتها رحلة الجنوب الغربي، لأنه الرحلة كانت باتجاه الجنوب الغربي. أنا الرحلة السابقة هذه ما رحتش من بالي أني نروح تندوف وبشار، لكن أنا قلت ما نجمعش بيناتهم لخاطش الرحلة غادي تجيني طويلة. الرحلة السابقة رحلة كانت طويلة، فما بالو كان زيدوا لها المسافة تاع من البشار، وزيد من بشار تندوف، من بشار تندوف وحدها 800، ثم الرحلة كانت غادي تكون طويلة بزاف وتفوت 3 شهر. ولهذا قلت أنا الرحلة حول الجزائر ما نروحش بشار تندوف، حتى جاء وقت أني نخرج الرحلة هذه السابقة. وبما أنه كان الهدف تاعي هو بشار تندوف، قلت أنا نسميها رحلة الجنوب الغربي، رغم أنها ما كانتش في الجنوب الغربي فقط. من الجنوب الغربي رحنا الوسط الجزائري وتمشينا مع الطريق الوطني رقم 1، طريق الوحدة الإفريقية، هذا اللي يقسم الجزائر بين زوج، الجلفة والأغواط، حتى تقريبا الشمال الجزائري حتى البوكزول، ومن ثم حتى الغرب. يعني من ناحية العملية من المفروض ما نسميهاش رحلة الجنوب الغربي، لكن بما أنه كان الهدف هو بشار تندوف اللي ما رحتهمش المرة اللي فاتت، على جال هذه سميتها الجنوب الغربي. سقساوني الناس ايضا علاش تفرقت مع الرحاله محمد بوسحابه، على جال برنامج فقط، هذا ما كان كي لحقنا منطقه معينه اللي هي تسابيت. محمد شاف باللي يطلع مع الشمال، يطلع مع الشمال، يطلع تيميمون، ومن تيميمون تما يكمل باقي الرحله تاعه. هو رجع لوهران لخاطش كانت كاينه، كانوا عندها ظروف خلاوه يرجع، وقتها شويه ضيق، ولهذا انا كملت الجنوب وهو رجع للشمال، ومن بعد عاود ولا للجنوب واستأنف الرحلة تاعه وكملها للشرق. هذا هو السبب، اختلاف برامج، هذا ما كان. قال لك اخويا النشر خلال الرحلة، انا بالنسبة لي مستحيل انك تنشر خلال الرحلة، لان الرحلة تاعي ماهيش رحلة سياحية، رحلة تحواس، رحلة استجمام ولا استياف، لا، انا الرحلة تاعي طابع تاعها ماهيش سياحي، طابع مغامراتي، يعني المغامرة وتعرف المغامرة. انا نشوف باللي المغامرة هذه تمر عليك ظروف، هذيك الظروف ما تسمحلكش ابدا باش تخمم باش تحكم تليفون او تمونطي او اصلا حتى يكون عندك الوقت. وتاني حاجه اني ما خرجت على جال اليوتيوب، يعني اليوتيوب هذا ولا التصوير ماش هدف، هذا امر ثانوي، والهدف منه كما قلت لكم اني نشارككم الخرجه تاعي ونشارككم الهوايه والشيء اللي نبغيه. هذا الرياضه اغلب المغامرين ما يقدموش الاعمال تاعهم هذه، اعمال تصويريه هذه، حتى يرجعوا، وكاين اللي ينشر خلال الرحله لكن الظروف تسمح لها. ممكن بالك هذا يستعمل الفنادق، يبات في الفنادق، يكون عنده وقت، يغسل قشه ويطلق روحه وتكون عنده الكونيكسيون باش ينشر الاعمال تاع هذه. اما رحله هنا في الجزائر وتمر عليك هذيك الدور وفي حكمك الريح، الجوع، ما تصيفش ترقد منه ويكون عندك وقت باش، انا بالنسبه لي انا ما عنديش كاع الوقت، ما عنديش كاع الوقت باش ننشر او باش مونطي حتى، ماشي حتى ننشر. اما بالنسبه للنشر اغلب الطريق ما فيهاش كونيكسيون، وكي تكون كاينه كونيكسيون كتكون كاين كونيكسيون تاع الهضره، او مهم دير اتصال هاتفي، ماش انترنت، انترنت ضعيفه بزاف صح، وباش تقارع توصل حتى الولايه، يعني تبقى مربوط مربوط، تربط روحك ربطه شينه ودير الهدف انك تنشر خلال الرحله او تمونطي خلال الرحله. حنا في ديارنا هنا زعما كشغل في العز وفي الهنا وكالي وشارب وتعجز، يعني المونتاج ما ساهل، والله ما ساهل كاع، فما بالك اثناء الرحله بحيث تكون عيان، بلك ما تكونش كالي، بلك ما تبقاش وين ترقد، تمر عليك ظروف قليل، هذيك الظروف اللي تساعدك باش تمونطي وباش تنشر خلال الرحله. ومن ناحيه كونيكسيون ما نهضروش، تعرفوا باللي اغلب الطريق 90% من الطريق ما فيهاش كونيكسيون، لا سيما الصحراء. وايضا ثاني من ناحيه الامكانيات، من ناحيه الامكانيات انا عندي امكانيات قليله، امكانيات على المونتاج، انا كان عندي هاتف مونطي به وهذاك الهاتف راح، دروك بقى لي هاتف واحد اللي هو هذا، نهضر به، نصور به، دير به كلشي، تزيد تمونطي به. تما ممكن هذا اللي يدي معاه ماك بوك صغير ولا بي سي بورتابل، يمكن الحجم المحمول داك الصغير كاع كيما ماك بوك، مليح هذا الماك بوك يحفزك باش تمونطي، لا سيما جهاز قوي ماشي ثقيل منه. تما من ناحيه الامكانيات ثاني عائق كبير، الامكانيات هما اللي يحفزوك، هما اللي يثبطوك باش تمونطي ولا ما تمونطيش. تما الامكانيات قليله وزيد الريزو قليل والوقت وطابع الرحله، طابع الرحلة مغامراتي، فيها التعب، فيها منها، فيها منها، هاك تعرف.
ولهذا بزاف ناس متابعين يحسبوني متابعين اللي ما يعرفوش، كاين يدخل يوتيوب يلقى فيديو تاعنا ولا تاع واحد اخر بالصدفه يتفرجها، يعني ما يعرفكش، ما يتابعكش في الفيسبوك ولا يتابعك في الباقيه المواقع، يعرفك غير في اليوتيوب، يشوف الرحله كيما هكا يحسبها رحله مباشر. لاني انا نشرت الرحله في رمضان، هما شافوها في رمضان، واحد قال لي تحوس بالبسكلات وانت صايم، قال لي ما تحشمش تفطر. هذا حسبني راني خارج رحله في رمضان، شكون هذا اللي يخرج رحله في رمضان؟ انا ما فهمتش هذا الناس كي تخمم. وانا اللي يعرفني على باله باللي حتى نكمل الرحله تاعي ونرجع للدار باش ونريح ونغسل القاش ونشوف اموري، هذاك باش نتفرغ لهذا المونتاج ومن بعد ننشر الرحله، ننشر الرحله نهار بنهار وكيما رمضان. هذا انسان ما يعرفنيش باينه، واحد قال لي تسجيل قديم، شغل الناس تلوم فيك يا هذا تسجيل قديم. وهو في الحق ماش تسجيل قديم، هذا ماش تسجيل قديم، انا كنت رحله وكي رجعت للدار نشرت الرحله تاعي، تسجيل قديم هذه كون نرجع للدار وما ننشرش ونخلي عام يفوت. وكاين بزاف مغامرين ومغامرين كبار، ماشي شرط يكونوا جزائريين، باش ينشروا الاعمال تاعهم عام عامين باش ينشروا الاعمال تاعهم. وهذه معروفه، هذه حتى الانتاج تاع الافلام وكاع، انت حاسب كي تفرج فيهم راك تفرج فيه في نفس السنه وفي نفس الشهر اللي راك فيه انت، هذه مستحيل ما كاش منها كاع. دائما الاعمال هذه تاع التصوير والامور تتاخر، تجي متاخره. وكاين كيما قلت لكم اللي ينشر خلال الرحله، بالك هذاك عنده ظروف تساعده باش يعني، ولا يضحي بزاف من وقته ويضحي ايضا من الجهد تاعه. وايضا نقطه اخرى، الناس تطلب المونتاج العالي، المونتاج العالي الاحترافي، المونتاج العالي هذا ما كاش اللي ما يبغيش، وكان حلموا به باش يكون عندنا مونتاج عالي. ممكن منه جاي انسان يكون مغامر وفي نفس الوقت مصور، هذه حاجه مليحه يتعلم الانسان، لكن العائق هو الامكانيات كما قلت لكم. انا دروك اضاءه ما عنديش، الاضاءه هذه اللي تضوي لك وجهك ما كايناش، فما بالك المونتاج العالي اللي يتطلب ماك بوك قوي ويتطلب ادوب بريمير ولا فيلم مورا ولا يتطلب دافينسي ريسولف النسخ المدفوعه. يعني ما هي سهله تشري برنامج شباب ويكون عندك جهاز محمول قوي، لان هذا المونتاج يتطلب جهاز قوي وما الى ذلك من الامكانيات، الامكانيات العاليه. وهذه الامكانيات لازم لها ميزانيه كبيره، وانا نفضل اني هذيك الميزانيه نصرفها في الامور اللي نحتاجها في مجال المغامره. الناس قالوا لي يخصك درون تاع التصوير، باينه بلي يخصك درون، شكون ما يخصهاش درون؟ اي واحد مغامر ولا اي واحد يبغي التخييم ويصور هذا العمل تاعه ويقدمه في اليوتيوب وما عندهاش درون يخصه درون. لكن درون يعني كي تجيب درون، جيب دي جي اي ميني 3 ميني 3 برو، تسمى الدرون التالي دي 30 مليون، تقول لي خصك درون، قول لي خصك 30 مليون باش تجيب درون. الخاوه قالوا لي علاش تخرج في الشتاء؟ انا نفضل اني نخرج في الشتاء، الشتاء هو الفصل المفضل تاعي. الصيف شافيه، اصلا الصيف عنده الخرجه تاعه، لكن الصيف تاع اصطياف، تاع استجمام، تاع تروح تاكل مثلجات، تطلق روحك في بحر هكا، يعني ما فيش داك التحدي. اما الشتاء لا، الشتاء فصل التحديات، والشتاء دائما فيه هذاك الناس كي تقول الناس تخاف من الشتاء، الشتاء فصل تاع البر تاع الريح. انا نبغي هذيك الظروف نتحداها ونخرج نتحدى نفسي وندفع بنفسي لابعد الحدود، نبغي نتحدى نفسي، نبغي نكتشف نفسي، نكتشف ايضا العتاد اللي عندي ونكتشف بلادي ونشوف. ونظن انه فصل الشتاء هو الفصل المناسب لهذا الامور. في الشتاء عندك تلبس مليح وتاكل مليح وتوكل على ربي ويكون عندك عتاد مليح وتقول بسم الله وتروح على مكان. قالوا لي دير لنا رحله حول الجنوب الشرقي، دير لنا رحله حول الجنوب الشرقي. انا رحله السابقه تاعي اللي قبل هذه، انا كي خرجت من جانات تلاقيت لافته تقول ورقله 1600 كيلو، جانات ورقله ولايتين في الجنوب الجزائري، يعني هي من الجنوب للجنوب 1600 ماشي من الجنوب للشمال. ومن بعد من ورقله باش تطلع للطارف اقصى وابعد ولايه في الشمال الجزائري حدود التونسيه 1000 كيلو، تسمى من جانات للطارف 2600، هذه كلها في الجنوب الشرقي. بعد يقول لك درنا رحله حول الجنوب الشرقي، بعد من الشمال الشرقي درنا رحله الساحل، ايضا قالوا لي الناس درنا رحله الساحل دي. يعني هما ما يتابعوكش، ما يعرفوش الرحله تاعك الرحله السابقه ويلوموك على ما درتش هذيك الرحله. ومع ذلك عندنا زياره ان شاء الله للجنوب الشرقي في الرحله القادمه ان شاء الله. علاه تنسى صوالحك بزاف، على بالكم باللي كما قلت لكم الرحله تاعنا هذه طابع تاعها مغامراتي، والمغامره فيها التعب، والتعب من العوامل اللي تخلي الانسان ينسى، هذه اللي ما على بالكمش بها، التعب الشديد هذاك
يخلي الانسان ينسى، هذا السبب الاول. والسبب الثاني انه عندنا احنا صوالح بزاف، لا سيما الرحاله على الدراجه، ماشي كيما الباك باكر الرحاله بحقيبه الدار، كيما الرحله اللي درتها تاع التراك وكذا ايضا رحاله، لكن هذيك رحاله عندها عتاد قليل، عندها حقيبه الدار فيها 14 كيلو 12 كيلو من العتاد، اما انت على الاقل عندك 30 كيلو قش، يعني ضعف او كنت اضعاف تاع الشيء اللي راه رافده ملحق بالدار. بمعنى احنا عندنا صوالح بزاف، ممكن نقولوا بالك عندك على سبيل المثال عندك 100 شيء، 100 حاجه، عندك مخده، عندك ماطله، عندك خيمه، عندك عيدان، عندك تنبيس، عندك سلسله، عندك حاجه زياده، عندك بزاف قطع. هادو قاعد تفكرهم؟ مستحيل تفكرهم، ما داعي تفكر، ما داعي تفكر، ما داعي تخطط. ومع ذلك ما كاش ناس تحتاط كيفنا حنا. سقسوا اي واحد رحاله بالدراجه، ما كاش ناس تحتاط كيما حنا. حنا عندنا احتياط بزاف، حنا قبل ما نروحوا من المكان اللي نخيموا فيه نفتشوا البلاصه، نديروا راتيساج، نديروا مشط، نمشطوا البلاصه، راني نقول لك كيما النمله تبقى تبحث تشوف روحك لنسيت. والتليفون سبتي اني كيما قلت لكم درته تحت زاوره تحت كوفرطه بسبب البرد باش ما يطيحش عليه البرد، باقي الامور كلها دايره في جيبي. مشط واحد يقول بجيبه، كل اللي تحط لها 1000 فرنك في جيبه ما يقدرش يرقد بها، يجينا حنا لا نبدو قشنا، نقزو بالبورطاب منا صوالح، علاش باش ما ننسوهمش؟ هذا كاع كلها احتياط، حنا نديرو احتياطات بزاف، لكن قدر الله سابق، ربي كيقدر عليك حاجة، وحنا طبعا حنا السبب فيها. مع ذلك أنا أعتبر نفسي مقصر، كيفاه ندير بورطاب تحت الزاورة وكيفاه ننساه الصباح؟ نسيت قدر الله ما شاء فعل. هذو هما السببين، السبب الأول أنه التعب ينسي، والسبب الثاني أنه عندنا صوالح بزاف. وممكن السبب الثالث انا صاي النسيان مع النسيان، ولات فيها هذه عاده تاع النسيان، ان شاء الله نتغلبوا عليها في ايام قادمه. تركيز الناس حول رحله افريقيا، بزاف ناس من المتابعين تبعنا يركزوا حول رحله افريقيا، يعني نلاحظ انا هذا الشيء في التعليقات، رحله حول افريقيا ان شاء الله، رحله افريقيا يركزوا بزاف على رحله افريقيا. رحله افريقيا هي الحلم، ما نكذبش عليكم حلم، بلك ما نهضرش عليها بزاف، لكنها حلم راهي في القلب، ماشي هي رحله اسيا، رحله الامريكيتين، واحد يتمنى يزور كاع العالم بالدراجه، هذه هي. لكن انا الهدف تاعي حاليا حسب الامكانيات تاعي، حسب الامكانيات تاعي، لان رحله افريقيا ماشي سهله، مكلفه. والمره حسبت التكاليف تاع رحله افريقيا بكلش، جميع التكاليف، جميع المصاريف والدواء وكل هاد الامور كاع يطيحوا، ممكن بلك تفوت 40 مليون تفوت، والمصاريف تاعي انا ممكن ما يكونوش كيما المصاريف تاعك انت. المغامر هذا الرحاله هو اقل انسان تكلفا وتطلبا، واقل انسان يصرف في الدراهم، يعني ماشي كيما السائح. وهذا الفرق بين السائح او المسافر والرحاله، الرحاله دائما يحوز يستمتع او يعيش الرحله تاعه بابسط الاشياء، خطره ياكل خطره ما ياكلش خطره يرقد خطره ما يرقدش. اما السائح لا، السائح يميل شويه للرفاهيه ويستخدم الفنادق، يستخدم المطاعم، يستخدم رغد العيش. اما الرحاله لا، الرحاله دائما اقل تكاليف يقبل بها، لانه طابع او نمط الرحله تاعه يتطلب هذاك الشيء. ولهذا انا حاليا الهدف تاعي اني نمسح كامل التراب الوطني بالدراجه ان شاء الله. حاليا ممكن بالك رانا ماشيين 70% من الجزائر، وباقي بزاف بلايص مازال ما رحنا لهمش، وكدير باش نروح لهم المره اللي فاتت وما كتبتش اني نروح لهم، المره الجايه ان شاء الله تكتب ان شاء الله. وكي نكملوا مع الجزائر كاع نمسحوا كامل التراب، ما نخلوا حتى بلاصه ونزورها ان شاء الله. بالك باقي لي واحد 10 ولايات ولا 8 مازال ما زرتهمش، وانا ان شاء الله بعد ما نمسح التراب الوطني ان شاء الله نخمم، ممكن بالك لما تبدلش الراي تاعي ندير رحله حول اوروبا، لانه رحله حول اوروبا ماشي من قضيه زعما تكتسب خبره ولا الخبره تكتسبها هنا في الجزائر، لكن فاش تفيدك رحله اوروبا تفيدك من ناحيه قوه جواز السفر تاعك، جواز السفر تاعك يولي قوي، يولي فيه تاشيرات بزاف، لا سيما تاشيرات اوروبيه. من بعد رحله افريقيا تسهل عليك، تولي كي تبغي تدخل سيراليون، تدخل غينيا، الكاميرون، غابون، انغولا، حتى جنوب افريقيا ما يصعبولكش فيها، لانه جواز السفر تاعك فيه تاشيرات. ولهذا رحله اوروبا مهمه قبل رحله افريقيا، انا نشوف فيها كي معك. ورحله افريقيا انا ثاني نشوف فيها بلي ما تطلبلكش بزاف، ممكن تطلب لك اموال او تكاليف اقل وميزانيه اقل من رحله افريقيا، خاطش عليها رحله اوروبا قصيره في المسافه، ممكن بالك فيها 6000 او 7000 كيلو، ماشي كيما افريقيا تهوت الجنوب افريقيا مع طلع مصر هكا 12000 كيلو، رحله افريقيا نص او اقل من نص. وراك تعرف اوروبا شغل كعكه سهله من ناحيه الطريق، من ناحيه الجو، من ناحيه كلشي، وما تكلفكش درام بزاف، ممكن تكلفك درام اداريا وهذوك الامور. على كل حال رحله اوروبا سهله على رحله افريقيا،
وإنسان يبدأ بها خير. ولهذا أيضا قادر الإنسان يكتسب خبرة في رحلة أوروبا، كون أوروبا صغيرة في المساحة وسهلة من ناحية الجو من ناحية الطرق. من بعدها كي يبغي يدير رحلة إفريقيا يقع روحه جاهز، يقع عنده خبرة، وأيضا يقع جواز السفر تاعه قوي بحيث يمكنها من ولوج هذه الدول. وأيضا كان واحد النقطة مهمة، هادو اللي يخلوا كان بزاف الناس ما عندهمش هدف في الجزائر، يحكي شغل يحقر الجزائر، يركز على رحلة حول العالم حول إفريقيا. هادو نوعين من الناس، كان نوع باغي يكتشف صح العالم، كان نوع يركز على العمل، يعني العمل هذا اللي يقوم به بحيث هذاك العمل يطلعه ويولي مشهور، يدير تا فيديو في الجزائر ممكن الناس ما تلقيلهاش بال هذا راه يدور في الجزائر، فما بالك واحد يديرهم زيارات غينيا الجديده وهو جزائري. ولهذا هذا يستقطب المشاهدين اكثر ويلفت الانتباه، كاين النيه تاعهم كيما هكا، وانا ما عندي حتى نيه في هذه تاع ما نلفت انتباه وبانو ندير عمل كبير، لا لا، انا الهدف تاعي هو الجزائر. انا دروك تعرض عليا رحله افريقيا نقول لك لا، خليني نكمل مع الجزائر، لاني نتوقع منه جايين بالك نلقى واحد في افريقيا، في افريقيا الوسطى ما بليش، ممكن بالك سائح اجنبي يقول لي زرت الجزائر رحت لعين قزام بالدراجه، انا تمك نبكي صايم كيف هذا الحق وانا جزائري ما لحقتش. ولهذا بزاف ناس يقولوا لي اليوتيوبر نشحوا كي خرجوا، هذه العباره هذه معروفين بها، يقول لك نشحوا كي خرجوا، بزاف ناس يخرجوا في افريقيا ولا في باقي دول العالم يقول لك نشحوا. انا مانيش نحوس على ذاك النجاح، انا اللي يهمني هو المغامره بحد ذاتها والاكتشاف، ويكون هذا في الجزائر. وواحد اي واحد عنده عقل يحاول يكتشف المحيط تاعه بالاول، كيف انت تطمع باش تكتشف محيطات اخرى بعيده عليك وتنسى المحيط هذاك اللي راك عايش فيه انت؟ واحد بالاول يكتشف محيطه ويعيشه ويشوف شكاين فيه، من بعد يتفرغ الباقي العالم ان شاء الله. كاين ثاني ايضا نقطه تتعلق باليوتيوب، كاين الناس كان يقولوا لي رانا دائما ندخلوا للقناه تاعنا نشوفوا كاش جديد، وانت راك تحط حلقه راك تطول علينا مانيش عارف وهاد الامور. مانيش عارف، كاين حاجه اسمها الاشعار، كاين حاجه سموها الاشعار، هذا اللي يبغي يشوف الجديد، ماشي شرط تدخل القناه تاعي باش تشوف الجديد، فعل الجرس. على كل حال انا هذه تاع فعل الجرس واضغط الاعجاب ولا تنسى المشاركه هذه ما نبغيهاش كاع، انا ما نقولها لكم ان شاء الله كاع ما تسمعوش من عني، لكن اللي يبغي الجديد هذا يفعل الجرس باش يلحقها الجديد تاع الفيديوهات، يعني ماشي شرط تدخل القناه تاعي وتقعد تبحث، فعل غير هذيك الخاصيه تاع الجرس هكا غير نطلع الفيديو يلحقك الاشعار عادي. اما بقيه الناس ما نقولكمش انا ندير الاشعار، اللي يبغي يدير اشعار يديره، اللي ما بغيش يديره ما يديرهاش. كاين بزاف من المتابعين تاعنا يقولوا لي عرفنا على الولايه، يعني الولايه اللي راك فيها اي منطقه تدخلها بلديه قريه ايا كانت الولايه عرفنا عليها وعلى ناسها وعلى عادات التقاليد تاعهم وهذه الامور وصور الناس انا شنقولكم هذا المحتوى اللي راكم تطلبوا فيه نتوما هذا هو اللي يقولوا له محتوى سياحي. وكاين بزاف ناس، كاين بزاف يوتيوبر يقدموا هذا المحتوى في اليوتيوب، وجزائريين معروفين ويوتيوبر مشهورين يقدموا هذا المحتوى السياحي تاع يوصل ولايه يعرف بهذيك الولايه بتاريخها الجغرافيا تاعها. على كل حال هذا المحتوى سياحي محض، وانا ما نميلش هذا المحتوى، انا ما نديرش هذه الامور، انا المحتوى تاعي مغامراتي، والمغامرة دائما الإنسان فيها يحتك بالطبيعة ما يحتكش بالناس. أنا الولايات ديرهم طريق، ممكن تبات في ولاية كما الأغواط قعدت فيها يومين، كما بالشام قعدت فيها 4 أيام، ومع ذلك أنا قاعد في بلاصة بايت هكا، يخرجوني الناس كما في أغواط رحت هكا زرت وفي الحق صورت لكم، والله لا صورت عين ماضي، صورت الزاوية بزاف أمور، لكن تصوير هذاك بالهاتف كامل راحلي. مع ذلك أنا ما نميلش هذاك المحتوى، أنا ما نديرهاش، أنا المحتوى تاعي مغامراتي يتعلق بالطبيعة، نصور الطبيعة، نصور جبل، نصور كي نخيم، كي ناكل، كي منا، تسمى ما تقدرش تخلط بين هذه وهذه، ماشي كيف كيف، هذا زي وهذا زي. وهذا المحتوى السياحي يركز على المتعة، على الاستمتاع، على الاسترخاء، تطلق روحك في مكان جميل، مناطق المبيت الرخيصة، تتعرف بناس، وهذا هو السائح. أما الرحال المغامر لا، هذا يسافر من أجل أنه يجرب أسلوب آخر يختلف على هذاك الأسلوب اللي مارسه السائح، يعني يبغي يجرب اسلوب جديد يختلف تماما، وهذا الاسلوب تلقى شويه يتعلق بالمغامره، يعني يتعلق بالمغامرات، تبات في خرابه، تبات في مقبره، ما تلقاش تاكل خبز يابس، تقعد 6 أيام بلا اخر، تسمع عرس في الليل، ترقد وحدك في حماده تسمع عرس في الليل، رقد حدا جمل ميت،
هذه هي المغامره، يعني هذا هو المغامر. ولهذا بزاف الناس كيكونوا هكا يتبعوا فيه يحسبون اني نشكي. الناس قالوا لي شراب، قلت لهم راك تشكي بزاف، يحسبوا هذيك شكوى، هذيك تاع الريح غبني الريح، ما بقيتش ناكل، ما بقيتش وين نرقد، يحسبوها شكوى. ولا هذيك ماشي شكوى، هذيك مشاركه. انا راني نشارك فيك، نشاركك مر والحلو، رغم انه الحلو قليل شويه في المغامره، قليل زعما كون يتحكم لك هكا وتقاك واش مناسب وما تعياش، هذه قليل. هذه المغامره فيها التعب، تقاد ظروف هذيك اللي ما تشكرش. وانا هذا الشيء كاع نشاركك به، نقول لك ما بقيتش وانا اكل، ما بقيتش نرقد، ما بقيتش الاخر. ماشي معناتها راني نشكي لك اصلا، انت كيفاه انا كيفاه حتى نلحق للدار باش ننشر الاعمال تاعي ونشكي لك. يعني كون جيت نحوس على شكوى نشكي لك على المباشر، ندير لايف في الفيسبوك ولا في اي موقع هكا، ونقول لك يا المتابع راني نشكي لك، شوف راني منا باش يجيني الحل. لانه الناس علاه تشكي باش تلقى الحل. واحد اللي يشكي هذا بدون حل هذا ما عندهاش عقل. وانا راني نشكي لك روطار، يعني نصور هذيك الشكوى من بعد كي نلحق للدار نشكي لك. ومن المفروض تفرح، قال هذا المحتوى هذا صادق. السيد ما بقاش وين ياكل، السيد حكمه الريح مباشر طلقه، السيد طاح، السيد جاع، وراه يشارك فيه. وهذا المحتوى الصادق، وهذا هو المحتوى المغامراتي. كثير من الاخوه يقولوا لي رحله العمره، يعني هذا الشيء عنده علاقه برحله افريقيا. كيما رحله افريقيا تقريبا الناس تركز على رحله افريقيا، وكاين واحدين يركزوا على رحله العمره، هذه عقوبه العمره. هذه ايضا ما راحتش من البال، حلم عشان تروح العمره بالدراجه، والله لا حلم بلك قبل رح قبل حلم مسح التراب الوطني كيما دار رحله افريقيا، رحله اوروبا قبلهم كاع. يعني حاليا كي يعرضوا عليا رحله العمره هذه ويسهلوا لي جميع، زعما كان قال الحدود ما بين ليبيا ومصر محلوله وفي السعوديه، ويقولوا لي مرحبا بك، والله لا نديرها. لابغى اني مازال مناطق ما رحتهمش في الجزائر حاليا، دروك ننطلق في الصيف، رغم اني ما نخرجش في الصيف. يعني ما جاتش في اليد، ماذا بينا نديروا هذه الرحله. وهذه الرحله صعيبه صراحه، صعيبه من ناحيه الامكانيات، التاشيره تاع السعوديه صعيبه، مصاريف، ميزانيه كبيره، وحنا امكانيات كما قلت لكم امكانيات ما تسمحش باش دير هذه الرحله. ولهذا بالك مستقبلا ان شاء الله بالك تفتح الحدود، بالك يسهلوا، بالك التاشيره تاع السعوديه، بالك كما قلت لكم كي نديروا رحله اوروبا، يعني تكون عندك شنغن، هذه تسهل لك في رحله التاشيره السعوديه. التاشيره السعوديه ماهيش سهله، وانت ما غاديش دير تاشيره تاع عمره، دير تاشيره سياحيه. التاشيره السياحيه تاع السعوديه صعيبه نوعا ما. ايضا واحد النقطه ثانيه مهمه بالنسبه للبلوك، انا هذه المره وفي المره السابقه بلوكيت ناس، ماهوش بزاف بلوكيتهم، يعني ما يجيش يشوفوا القناه تاعي نهائيا. وهادو علاش بلوكيتهم؟ لانهم اساءوا الادب، ما يعرفوش يهضروا صراحه، سوء الادب، يعني قله التربيه. تلقاه يسبك، تلقاه يحوس حتى على الفيسبوك تاعك ولا ماسنجر، ويدخل الرسائل ويرسل لك سب، ما تعرفه، مانيش عارف والله ما فهمت. وفي التعليقات هادو الناس كنت نحذرهم، نقول له ودي راني نتابع في التعليقات تاعك، راني نشوفك كاع شعلقت من قبل، انا كي ندخل عندك نشوفك شعلقت من قبل هذه. وتلاحظ انا هذا السيد تعليقاته دائما سلبيه، ماش داك النقد يعطيك البديل، كيما يقول له نقد البناء ولا يعطيك نصيحه تنفع كله. تقاضيل تحس بلي هذا الانسان غير عادي، بالك مانيش عارف انا. اي هذو الناس كنت نقول لهم يا ودي سقم روحك، ما تقوليش كيما هكا، تقول كيما هكا راك تسب، عليك تتاقد، عليك تقول السلبيه، لا مش كيما هكا. كنت نحذرهم، كنت ننصحهم، ما يبغيش كيما يبغيش ما بلوكيه. هذه النقطه كنت باغي نهضر عليها، يعني هذا مش يشوف القناه تاعي نهائيا حتى يعاود يحل ايميل جديد ويوتيوب جديد باش يعاود يشوفني. الناس بزاف كتكلم لي على السطره في الصلاه، هي تقديم النصيحه عموما، بزاف ناس تبغي تنصح هكا. نصيحه باش تقدمها، من شروط النصيحه العلم، والشرط الثاني التثبت. ما معنى العلم والتثبت؟ العلم انك يكون عندك علم بالشيء اللي غادي تنصح به وبالمنصوح. انا هو المنصوح، تكون عندك علم بيه باللي انا صح ما نديرش هذاك الفعل باش انت تنصحني. والامر الثاني التثبت، يعني تصبر، ماشي في الوهله الاولى، يعني كي تشوف هذاك العمل دائما متكرر وتعرف بلي هذاك الصح ما يعرفش، وتعرف بلي هذاك الانسان صح ما يعرفش هذيك الحاجه، تمك تنصح. اذا توفروا هذ الشرطين، الناس كاع ما تراعيش هذوك الشرطين، مباشره يشوفك درت حاجه يروح يسحق. وانت ما عليك الا انك تقبل النصيحه، وطبعا الانسان يقبل النصيحه، يقبلها من الصغير من الكبير. لكن انا ايضا راني ننصح فيكم باللي النصيحه ما تقدمهاش مباشره، حتى تعرف باللي هذا الانسان صح ما يعرفش ديك الحاجه. على سبيل المثال السطره في الصلاه، تشوفوني نصلي بلا سطره خطاتش،
اي الناس تبغي تنصحني يقولوا لي يا محمد دير السترة دير السترة، اي انسان مسلم سني يعرف باللي السترة هذه مليحة في الصلاة سنة، لكن هو شافني في فيديو اني ما درتهاش وكون لاحظني مليح يعني تبع المقاطع ممكن في بعض المقاطع يشوفني داير السترة، معناتها في مقاطع داير السترة وفي مقاطع في حلقات ما كاش السترة، معناتها هذا باين بلي راه ناسيها لانه في بعض المقاطع كاين السترة. فهمتوا؟ هذا مثال باش نقرب لكم الفكرة. وانا هذه السترة صراحة كنت ننساها، كيما تشوفني ما دايرهاش عرف باللي نسيتها، خطره ندير السترة دراجة وخطره ندير حجرة، يعني اللي دقق المتابعة يعرف باللي انا ندير السترة. لكن كيما قلت لكم التعب بزاف هذا كينسيك، المهم الانسان ما ينساش صلاته، يصليها في الوقت هذاك هو الصح. نجو هذيك النقطة اللي هي نعتبرها مهمة بزاف والناس بزاف تهضر عليها، ما تسافرش وحدك، هادو ماهمش من المتابعين يعني ما يعرفوكش، شافوا المقاطع تاع بالصفة هكا وهادو أغلبية تاع الناس يجوا ناس متدينين يعني يغلب عليهم طابع الالتزام، اي ينصحوك يقول لك بلي ما تسافرش وحدك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة تاعه أنه إنسان كيسافر وحده راه على خاطر، وأنك على الأقل تسافر ثلاثة والراكب شيطان والراكبان وما إلى ذلك الحديث المعروف. الله يجزيهم على هذه النصيحة بارك الله فيكم. لكن أنا مانيش مسافر، أنا رحالة. الرحال هو دائم الترحال، هذا الفرق بينه وبين المسافر. وكما العرب بكري والبدو على ما كانوا سموهم البدو المسافرون، سموهم البدو والرحالة لأنه دائم الترحال، يتبعوا الكلاء ساعة هنا ساعة هي ساعة هي، وهكذا هي حياتهم، ما ينطبقش عليهم حكم المسافر. وأنا كذلك، ورى هذا الإنسان اللي غادي تلاقاه باش يسافر معك هذه المدة شيء إنسان يشترط فيه الصلاح، ماشي معناتها ما تسافرش وحدك تروح تسافر مع أي واحد، لا، لأنه كاين حديث آخر يقول لك لا تسافر لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الحديث يعني يشترط في هذا الإنسان اللي تسافر معه الإيمان والتقوى، ماشي أي إنسان. إلا ما توفرش هذا الإنسان روح سافر وحدك خير، هنا يولي السفر وحدك خير من اللي تسافر مع بقية الناس هذا اللي ما فيهاش الإيمان وما فيهاش التقوى اللي ممكن بالك يسبب لك مشاكل في السفر تاعك. وراك تعرفوا باللي السفر هذا سموه سفر لأنه يسفر عن أخلاق الناس، يبين لك حقيقة الناس هذا كي دايرين، ويبين أيضا حقيقة نفسك. اللي بغي يعرف نفسه كي دايره يسافر داك السفر اللي فيه مشقة وتعب، مشي تسافر في الطيارة وتعرف روحك. ولهذا أنا رحالة مانيش مسافر باختصار عادي. وأيضا السفر بمفردك أنا نشوفه باللي تجربة فردية ضرورية على كل إنسان أنه يخوضها، لأنه هذا الطريق الوحيد اللي تكتشف من خلاله نفسك. تخيل باللي أنت الأخطار كل شيء تواجهه وحدك، يعني التركيز تاعك يولي على نفسك وعلى قدرة نفسك، لأنه كي تكون مع الناس ويواجهك خطر تولي تكل على الناس. تخيل أنتم راكم 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10، تولي القوة تاع 10 تاع ناس، يعني هذاك الخطر يتوزع على 10 تاع ناس. بصح كي تكون وحدك كلش تواجه وحدك، وهنا تتعلم، هنا تتعلم، هنا حنا اللي تعلمك كي تواجه كلش وحدك تولي عندك تجربة قوية، وهنا تتولد ثقة بالنفس، وتولي أي حاجة تواجهك في الدنيا هذه سواء في الرياضات هذو ولا سواء في حياتك الخاصة تتغلب عليها، لأن عندك ثقة في النفس، وثقة في النفس تتولد كي تواجه الأمور وهذه المخاطر وحدك وما تعتمد على أي إنسان. يا خويا قالوا لي عقوبة ليك ديرنا رحلة بالدراجة النارية، أنا مانيش عارف على يقول لك دراجة نارية هذه، بلك دراجة نارية تتشابه مع الدراجة في الاسم، هذه دراجة وهذه دراجة، فأنا الهواية تاعي هي الدراجة ماشي دراجة نارية، وعمري لخمت في الدراجة النارية، أصلا الدراجة النارية غالية، هذه أدفنتشر غالية بزاف. احنا الدراجة الهوائية ما لحقناش على العدد تاعها. وهذو الناس لا شك انهم القصد تاعهم انه ندير رحلة اقل تعبا، هذه النية تاعهم، يقول لك عقوبة ديرنا رحلة بالدراجة النارية يعني ما تستهلكش فيها وقت بزاف، عوضا باش دير رحلة تاع شهرين دير رحلة تاع اسبوع، وعوض اللي تتعب 80 تتعب 10 او ما تتعبش كاع لانه محرك ولا يوصلك. انا هادو شنو نقول لهم اخويا راني باغي انا نوصل ماشي المحرك اللي يوصلني، هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه انه الهوايه تاعي الدراجه ماشي دراجه نارية، ممكن مستقبلا مانيش عارف مستبعد انا نبغي الدراجه، نبغي الدراجه ونمشي على الاقدام، رحاله على الدراجه ورحاله على الاقدام، هادو زوج. كاين كثير من الاخوه يقولوا لي يعني من باب النصيحه حرز من العقرب واللفع والحشرات بزاف، وحرز حرز يشوفك في الصحراء يقول لك حرز، وهذا كوشت عندهم ابسط معلومه انه هذه الحشرات والزواحف وكاع ما كاينينش في الشتاء، ما عندهمش هذه المعلومه، يعني يتسرعوا هكا ينصحوا كما قلت لكم موبيلات تسرع، هذا ماشي مليح كي تبغي تنصح، تريط صبر شوف جمع معلومات.
تعرف باللي الزواحف هذه والعقرب واللفعان ما كايناش في الشتاء في الاخر، وكنت عايش غير عام في الصحراء ولا تتخالط مع الصحراء وتكون عندك معرفه وكاع تعرف هذه المعلومه. لكن الناس هذو اللي ما تعرفش الصحراء وما عاشت فيها يعرفها غير هكا، ممكن زارها هكا تاغيت مش عارف راح لها في الريف، هي يشوفك في الصحراء يقول لك حرز العقرب منا، مشكورين على النصيحه لكن العقرب وهذو الامور ما كاينينش في الشتاء ما يخرجوش. وين تلقاهم في الشتاء؟ كي تروح انت تحوس عليهم، تروح حجره كبيره زانقه ما على باليش تطلع هكا تلقى عقرب ولا لفعه متكمشه كيما هاك. هادو دوات الدم البارد، هادو دوات الدم البارد يخرجوا غير كي ترتفع الحراره، يعني يخرجوا في الصيف، لانه في الصحراء كاين شتاء صيف، هنا يا وراح الربيع راه كاين شتاء صيف، زعما يخرجوا كي ترتفع الحراره. اما في البروده تلقاهم هما اصلا الدم تاعهم بارد ما يتحركوش في الشتاء، يديروا السبات. هذه معلومه ديرها في لسانكم. وانا الرحله تاعي دائما في الشتاء ودائما في الصحراء، تسمى ما تزيدش تقول لي حاز روحك من العقرب ولا فهمنا. كيف تبات وتخلي دراجتك برا؟ كيف تبات تخلي دراجتك برا؟ انا على كل حال رقدي خفيف، رقد الديب، ينام باحدى مقلتيه ويتقي بالاخرى الاعالي فهو يقظان هاجع. انا كيما نقول بما انه رقدي خفيف كي شغل داير الامان، حاط الدراجة بدون قفل، لكن احيانا هكا نشك، احيانا نشك شنو ندير، ندير قفل للدراجة تاعي، كي ندير قفل للدراجة تاعي نطمئن نربطها مع شجرة ولا، ولهذا القفل مهم، قفل يكون طويل تاع متر، وهذا هو السبب علاش نبات ونخلي دراجتي برا. السبب الاول والرئيسي وممكن بالك السبب الوحيد انه رقادي خفيف، يعني على بالي بلي اي هفة ولا اي صوت هكا نسمعه بودنية. ومن بعض النصائح والحيل باش تبات وحدك، تبات يعني في الخيمه وتخلي دراجتك برا، كاين بعض الحيل هكا من بينها هي من المفروض ما نحكي لكمش عليها دروك، خلوها حتى نحكوا عليها في الواقع، نجسدوها في الواقع باش تعقل عليها وترسخ. خير ملي نحكي لك عليها دروك ممكن ما تستفادش منها صح. من بين الحيل، اول حيله انك ما ترقدش في داك الفراش الوثير، فراش داك المريح كيما هكا طالق روحك، لا ترقد ما ثاني ايضا ما ترقدش معدم، ما تستخدمش ماطلة، اللي بغى رقاده يكون خفيف واي هفه يسمحها. النصيحه الاولى ما تستخدمش المعطله، المعطله هذا المعطله المنفوخه، المعطله اللي تنفخ هذيك ما تستخدمهاش. اش تستخدم؟ تستخدم العازل، ارقد على العازل، واغلب الناس جاي يقعدوا يرقدوا فوق العازل، العازل تاع فور كلاس او اي عازل ترقد فوقه هكا الجنب تاعك شغل ما ترقدش بديك الراحه هكا. اي الانسان كي ما يرقدش بديك الراحه الزائده يرقد غير بالقدر المطلوب، الجسم تاعك ممكن يكون محتاج ربع سوايع فقط، ترقد ربع سوايع صاير قد كل خفيف تفطن وحدك لانك راك راقد فوق طابي، بصح كون ترقد فوق الماطله الجسم تاعك يرقد الشيء اللي راه محتاجه وتزيد ترقد فوق قدر الطاقه. علاش؟ لان الجسم راه منعم راقد فوق ماطله. هذه النقطه الاولى. الحيله الثانيه او النقطه الثانيه انك تقدر عيدان يابسين، هذه ممكن بالك ما توفرش في الصحراء، تتوفر في الغابات وكاع، والعموم الناس تخاف في الغابات كثر من الصحراء، الصحراء بلاد الامان. في الغابه شنو دير؟ تقدر بالعراش اليابسين، عيدان، اغصان، اغصان متساقطه هذيك اليابسه كاع، تقدر عيدان كيما هكا وتدورهم حول الخيمه تاعك، ماشي دير زرب، لا ماشي زرب، عيدان، عيدان متناطره، قيس عود من قيس عود، بالعكس ما تلايمهاش باش ما تلفتش الانتباه، تقيس عيدان. هذا العيدان اي خطر يجيك، اي انسان سارق حلوف، وانا هذه كنت نجربها في الجبل، جربتها في عديد من المناطق، في كثير من المناطق جربتها وفعاله هذا الحيله هذه. العيدان، هذا العيدان كي يعبسكوكم تاع الديب اي حاجه يتكلم طك الغصن هذاك ينكسر. علاش؟ راه يابس بزاف، اي وزن خفيف تحط فوقه هرطل ينكسر، فما بالك انسان جاي يخون الدراجه تاعك. هذه الحيله الثانيه، الاغصان اليابسه تدورها حول الاخر. الحيله الثالثه، جرس صيادي، كاين واحد الجرس يتباع في العتاد تاع الصيادين، الناس اللي تبيع عتاد الصيد، جرس صغير معروف الناس تعرفه، يربطوه في الصناره ويديروه في القصبه من الفوق باش كي تاكل، باش الحوته كي تاكل الطعم داك الجرس يدير الحس. هذا الجرس ممكن تربطه في صناره، تربطه في صناره، وهذيك الصناره تربطها في المقود تاع الدراجه، المقود تاع الدراجه تربط فيه الصناره، والصناره جاي الخيط تاعها ما يبانش، وتكسل ودير حجره بعيده ولا تربطها في شجره ولا في خيمه تاعك. وهذاك الخيط اذا كان الطول تاعه مانيش عارف الطول تاعها بالك 3 امتار ولا، في النهايه تاع الخيط باش الجرس ما يقعدش يبان ديرها مليح. هذا الجرس ممكن بالك ريح يحركه، وبالتالي في اي هفه ولا اي حاجه تسمع الجرس. هذه بالك صعيبه، ممكن تاع الاغصان خطوه سهله
والاسهل منها هي الطابي. الطابي هذا مفيد ومجرب، الطابي كي ترقد فوقه يولي رقادك خفيف. وثاني الانسان يعود نفسه باش يكون رقاد تاعه خفيف، يعني بمجرد انك تشعر انك رقادك خفيف هذا يتطبق في الواقع. اما اذا حسيت روحك ان رقادك ثقيل وبلي غادي ترقد وبلي غادي يجي يخملوك در راسك وغادي يرفدوك وانت كلبيت ما تفطنش هكا، يعني يحدث فيك ما يخرج من فيك، يعني واقعك مقسوم على توقعك. توقع الاحسن وتفائل باللي انك باللي انا رقادي خفيف وغادي نسمع. بالفعل هذا الشيء اللي يصير لك. قال لك ما هي القهوه المعشبه؟ كثير من الناس يسالوا على القهوه المعشبه هذه. اخويا المعطره العشوب، القهوه المعشبه هذه العطور، العطور هذه العشوب شهية هي بزاف اضافه، هي تعتبر كاضافه للقهوه، اضافه مجرد اضافه. وهذو اعشاب طبيه، اعشاب عطريه، اعشاب صحراويه، ماشي شرط يكونوا اعشاب صحراويه. كما قرفه، قرفه قرفه تعتبر اضافه للقهوه. كاين بزاف ناس هنا في وهران ولا في مناطق اخرى يديروا القرفه في القهوه، وهي تعتبر كاضافه ونكهه قويه، دير غير شويه هذه القرفه من بين الاضافات. وايضا كاين الشيح، الشيح عشبه صحراويه معروفه تنوض في مناطق شبه صحراويه في الهضاب العليا، النعامه وعين الصفراء حتى التبسه. وايضا تنوض في الصحراء كاين الشيح الصحراوي ايضا، كما الناس النعامه حميان وجويه عين الصفراء من تم حتى البيض يديروا الشيح في القهوه تاعهم، تعتبر ايضا نكهه قويه واضافه جميله للقهوه. وايضا كاين يديروا مزهر، مزهر يديروا قطره زوج في القهوه وايضا تعتبر كاضافه. وكاين اللي يدير الخرجلان، الخرجلان ما بينهم ناس تيارت، لا سيما ناس تيارت، وايضا تيسم سيلت معسكر حتى وهران هنا عندنا يديروا الخرجلان. الخرجلان هذا هو غالونغال، خل نجان باللغه العربيه، خل نجان باللغه، هو عشبه طبيه لكن ما عشبه تنوض هنا في الجزائر، يعني عشبه صينيه تستورد من الصين كما التوابل وكاع، ويطحنوها ويضيفوها القهوه، وتعتبر اجود وافضل اضافه بالنسبه لي وبالنسبه للكثيرين القهوه. هذه هي معنى القهوه المعشبه، معناتها نضيفوا لها عشبه، هذا ما كان ماشي حاجه سهله. من المفروض جاوبت على كل الاسئله، هذه الاسئله الشائعه يعني، ممكن ثاني في بالك في فيديو تخطوها ثاني نجاوبوا على اسئله اخرين. المهم دروك شبقى مقطع ثاني هذا من الجزء الثاني من هذا الفيديو نخصصوا للنصائح، نصائح تتعلق بالسفر، نصائح موجهه للدراجين الرحاله، وموجهه ايضا للناس اللي راهي ناويه باش تستخدم الدراجه كوسيله للسفر. يعني هاد النصائح موجهه لكم، انا شنقولكم ابقوا معنا. السلام عليكم، نواصلوا الحديث. دروك نتكلموا على النصائح، النصائح هذه فيما يخص السفر بالدراجه، النصائح هذه موجهه لجميع الرحاله، رحاله مبتدئين او حتى الرحاله المتمرسين. وهذه النصائح تستند الى التجربه تاعي المتواضعه والمعرفه تاعي، زعما كلشي اللي نعرفه راني نشاركها معك، وما زعما هي الفصل في القول او هذه النصيحه كما قلت لكم بحكم التجربه تاعي والمعرفه تاعي. تبقى قادر تلقى نصائح في جهه اخرى ينفعوك اكثر من الشيء اللي غادي نقوله لك دروك. اول نصيحه هي ماشي نصيحه، واحد سقساني على الاي بايك، قال لي هل الاي بايك تصلح للسفر بالدراجه؟ الاي بايك هي الدراجه الكهربائيه، انا في رايي الدراجه الكهربائيه ما تصلح للسفر. علاش؟ لانها فيها بطاريه، والبطاريه هذه غادي ما تلقاش وين تشحنها. احيانا حنا الهاتف تاعنا ما تلقاش وين تشحنها، يكون الجو مغيم والطاقه الشمسيه تاعك وراك في منطقه ما فيها لا قهوه لا مطعم ما كان والو، راك في قاضب الطريق والسماء مسحبه ما تلقاش وين تشحن، وكلمة ما عندهاش دينامو باش يشحن. هذه غير الهاتف والاشياء الاساسيه، الاضاءه واللي عندك كاميرا، فما بالك بطارية تاع الدراجة حجمها كبير. ولهذا الإي بايك أبدا ما تصلحش للسفر، لا سيما في الرحلات الطويلة الصحراء وإفريقيا وما شابه ذلك. أيضا كاين واحد النقطة مهمة أو النصيحة بين وجهها للناس، شان واحد يتفرج المقاطع هادو، يتفرج عليا أنا أو غيري، شي يقول يقولوا لي صاي حمستنا باش نديروا رحلة، حمستنا يعني دفعتنا، حمستنا، شجعتنا باش نديروا رحله كيفك. شنقول لهم؟ نقول لهم ما تخليش الحماسه هي اللي تحركك، حماسه وحدها ما تكفيش، شا لازم خلي الجاهزيه هي اللي تحركك. كي تكون جاهز باش دير رحله، كي تكون جاهز، ماشي شرط تجربه كبيره لكن تكون عندك جاهزيه. جاهزيه هذه شهيه، جاهزيه بدنيه، جاهزيه نفسيه، يكون عندك عتاد. مالا انت شا دير؟ ما تقلقش، ما تخليش الحماسه هي اللي تحركك، خلي الدرايه والعلم والجاهزيه هما اللي يحركوك ويدفعوك باش دير رحله.
كيفاش هذا الامر؟ تصبر، ما تقلقش، تصبر. الاولى، حاجه الاولى، تجمع العتاد المناسب باش دير الرحله، عتاد مناسب، لانه عتاد مناسب ينقص عليك تعب بزاف. عتاد مناسب هذا شرط، طبعا ماشي شرط. الناس بكري في بدايه، الناس كي بدات تسافر بالدراجه كانوا يسافروا بسرعه واحده، دراجه اللي فيها سرعه واحده كيما هذيك اللي ما يسوقوهاش الشوابين دراهم، هذه نعطوها المخير فينا، ما يقدش يسافر بها نهار او نصف المسافه، ما تقدش تمشي بها. هذه بكري الناس قطعت بها العالم، هذا دليل على انه العتاد هذا المخصص للسفر ماش شرط، ماش زعمك ضروري، لكن كي يكون عندك خيم لي ما يكونش عندك، لانه غادي ينقص عليك تعب بزاف. هو فعال على عتاد غيره، فعال ويدوم وينقص عليك التعب، لانه مخصص للسفر. تما كي يكون عندك عتاد، كي تجمع العتاد، كي راك في فسحه من الوقت، حتى واحد ما راه يحاوس فيك ولا، تصبر وجمع العتاد المناسب للسفر، لانه مع الوقت تطورت الحياه، وهذو الشركات المصنعه وكاع صنعوا لنا عتاد مخصص للسفر، وهذا العتاد المخصص للسفر خير من العتاد غير المخصص، هذه باينه، لكنه ماشي شرط، ماشي ضروري، ماشي شرط. انسان كان اللي ما يلحقش بها وما عندهاش امكانيه تشري دراجه سفر يسافر بدراجه عاديه، عادي جدا، لكن اللي عنده دراجه سفر خير من اللي عنده دراجه عاديه، هذه مفروغ منها. هذه الحاجه الاولى، عتاد المناسب للسفر. حاجه ثانيه، انك دير برنامج، دير برنامج تدريبي، جهز نفسك، جهز نفسك بدنيا ونفسيا. انت كي غادي تجهز نفسك بدنيا تلقائيا غادي النفسيه تاعك تتجهز الكوش، وتدرب، تولي دير رحلات قصار تاع يومين ثلاثه تاع اسبوع او حتى تاع 10 ايام، ومن بعدها تبقى تدرج شويه، يعني بالتدرج، ماشي مباشره هكا دير رحله طويله، رحله حول الصحراء ولا، لانك غادي تصطدم بالواقع، غادي تصطدم بواقع خشين، واقع بلك قاعد ترجع للدار ولا كش ما يصير لك ولا. ولهذا التدريب والجاهزيه يخفف عليك هذا الامر. انا في الحق جهزت روحي عامين، وانا جهزت تقريبا عامين، عام باش نجمع العتاد، وعام وليت نخرج نهار بنهار، نهار ثلاث ايام ندرب هكا العقبات الريح وما الى ذلك، ومع ذلك اصطدمت بواقع، وهذا الواقع ما كاش من الجانب التقني، زعما كان عندي عتاد ما شاء الله، ماشي عتاد احترافي، لكن كان عندي عتاد مخصص للسفر. الواقع انا اللي اصطدمت به انه من الناحيه النفسيه حسيت روحي وحيد، وحدي، تخيب لي طريق خالية ما فيها والو، وانت اللي يطلع لك النهار، احيانا ما يفوت عليك حتى واحد، وايضا الناس شويه طبطتني، شويه الناس شويه خلتني نشك في روحي، نشك باللي ما غاديش نوصل، تقسيهم تقول لك رايح اضرار، يقول لك بيسكليت رايح اضرار، وهذا دائما كي ما تلقاش الناس اللي تشجعك ترجع لورا. لهذا النفس كي تكون قويه وفيها الثقه توصل وين ما بغات، اما النفس هذيك الضعيفه، ومن اسباب الضعف هي الناس هذه اللي تقول لك ما غاديش تلحق، وكيف غادي تلحق، وقليل الناس اللي غادي تشجعك. ولهذا انت شدير، انت تهيئ روحك نفسيا قبل كاع ما تخوض هذه الرحله، باش كي تتلاقى مع الناس هذو اللي يقولوا لك انت غادي تلحق بدرجه تاع الراس، ما ديرش عليهم ما ياثروش فيك، لانك راك مجهز من قبل. كيش تتجهز؟ راني عطيتكم الطريقه، تجهز عن طريق الرحلات القصيره، او حتى دير رحله الساحل، رحله الساحل من الشرق للغرب، هذه من خلالها تتجهز نفسيا وايضا تتجهز بدنيا. اما الجاهزيه العتاد هذيك راهي من قبل كاع ما تبدا في هذا المجال، تجمع العتاد تاعك. وانا تبان لي الصيف هو افضل فرصه باش نجمعوا فيها العتاد، نجمعوا فيها الاموال باش نمولوا الرحله تاعنا، الاموال باش نجمعوا فيها العتاد اللي غادي نستخدموه في الرحله، لانه الصيف ما فيش رحلات، الحمان منا ما فيش رحلات دوك الطوال، ممكن بالك واحد يدير رحله هنا في وهران ولا رحله تاع الساحل بجانب البحر، ومع ذلك الحمان يهلك، تولي تخمم غير في الماء وفي الظل وتنسى المتعه. ولهذا الصيف يديرها الانسان باش يجمع العتاد تاعه، ما كي يلحق ذاك البرد هذاك دير الرحله تاعك، وتكون مجهز نفسيا وبدنيا. ولهذا الحماسه وحدها ما تكفيش، جماعه تحمسنا، لا ما تقلقش كاع، جهز نفسك، لازم تجرب نفسك. ممكن كيما واحد السيد في واحد مجموعة تاع الرحالة والمسافرين، كان باغي يدير رحلة حول أمريكا الشمالية، عنده من ألاسكا وأقصى شمال كندا حتى المكسيك أو حتى الجنوب كاليفورنيا. أيا قالنا غادي نجرب رحلة تاع 3 أيام، جرب روحه في رحلة تاع 3 أيام، صابها ما ساعدتهاش. قال لهم التعب، التعرق، المرتفعات، قال لهم كيف أنتم راكم حاملين هذا الشيء؟ قال لهم صاي قررت بلي ما نديرش هذيك الرحلة
وهذا المجال اصلا صافي بالدراجه ما غادي نبتعد المجال. قلنا له شكرناه، قلنا له درت حاجه مليحه كي جربت نفسك في هذه الثلاث ايام، ما ساعدتهاش، ممكن يساعدها نشاط اخر، يساعدها التخييم او المشي، هايكينغ، تريكينغ، بوش كرافتين، كليمبينغ، اكسبلورينغ، رياضات جبليه، راهي مجال واسع، تساعدك حاجه ما تساعدكش حاجه، تميل الى حاجه ما تميلش الى هذه. هو جرب روحها في هذه الثلاث ايام، صاب باللي ما ساعدتهاش، ما ساعدتها، السلام عليكم، بدل النشاط، روح شوف حاجه اخرى. اما مباشره دير رحله طويله تاع شهر او 15 يوم او ما نعرفش على الوقت، غادي تصطدم بالواقع، ممكن ما غاديش يساعدك كاع هذا الشيء هذا تاع السفر بالدراجه، وغادي تندم اللي خرجت. مالا هذه كي تجرب نفسك خير، تتعرف على نفسك، تتعرف على القدرات تاعها في رحلات قصيره، وتتعرف على الدراجه تاعك وعلى العتاد وتجربه، ايضا تجرب العتاد تاعك، ممكن يصرى خلل في العتاد، انت تروح لرحله طويله في وسط الصحراء يصرى لك مشكل، بصح كي دير رحلات قصار تتاكد من هذا العتاد اللي راه عندك. وايضا من بين النصائح اللي باين نوجهها للرحاله واللي هي المسافه، ابدا عمرك ولا دير مسافه، دير مسافه معينه، لازم نلحق ديك المسافه، او اصلا تسمي الرحله تاعك بالمسافه. البارح شفت واحد مسمي رحله كذا، ما نذكرش المكان، رحله كذا، رحله 3000 كيلومتر، وهو اصلا في وسط الرحله مازال ما كملهاش، هو راه في الرحله، راه في الرحله تاعه، هو مسمي الرحله تاعه زعما رابط الرحله تاعه برقم اللي يلحق هذيك 3000، وهذا خطا. ما تربط نفسك باي حاجه، لا بمدينه ولا بمكان ولا باشخاص ولا بمسافه، لازم قبل ما تروح الرحله تاعك تحدد الهدف، والهدف حنا تاعنا تاع الرحله شنو هو؟ هو الهدف تاعنا اننا نتعلموا شيء جديد، ونجربوا انفسنا، ونشوفوا العالم، بزاف فوائد واهداف من غير كاع اهداف تاع اللي تتعلق بالمسافه والامكنه او الاشخاص. وكون تربط نفسك بمسافه معينه وما تلحقهاش، غادي النفسيه تاعك تحبط اصلا، وانت خلال الرحله وانت في الطريق تبقى تخمم غير في المسافه، والتركيز تاعك يروح في هذاك الرقم اللي حددته، لازم تلحق 130، هنا المتعه غادي تروح لك، وغادي تتعب، وكي تتعب النفسيه يتعب الجسد، تولي تقارع غير وانت تلحق، المتعه تروح لك. لا، ما تربط نفسك بتاع حاجه، لا بشخص ولا بمسافه ولا بمكان، قال لازم نلحق تلمسان، وراه مشكل، الرمشي جاي قبل تلمسان، الرمشي فيها خير وبركه، ماشي شرط تلحق تلمسان، يعني ما تربطش روحك بالمسافه. حنا وين تنربطوا انفسنا؟ بالمسافه وبالمكان، كي يكون ما عندناش خيار، كي تكون مريض، كي تكون الامدادات تاعك الماكله وهذه الامور ما كاش، لازم تلحق مع محطه معينه، لازم تلحق. اما في الظروف العاديه كي تكون الهنوات، ما تربط نفسك بتا حاجه، عندك ماكلتك، عندك الماء تاعك، عندك خيمتك، انت راك عباره عن منزل متنقل، انت رحاله، انت راه عندك اكتفاء، ما تحتاج حتى واحد، تحتاج ربي، هذا مكان وراك تمشي متوكل على ربي، وين ما طاح لك الليل تبات، ما تربط نفسك بحتى مكان، هاكا النفسيه ترتاح، تولي في غنى، والنفس هذه كي تستغنى صاي ترتاح، وتحقق الهدف تاعك تاع الرحله هذه، وتكمل الرحله تاعك وترجع للدار سالم غانم. وايضا ما ديرش خطه، ما ديرش خطه او برنامج معين، لازم هذاك البرنامج يكتمل، كيما انا البرنامج اللي درته تاع كي نلحق ركان نروح البرج، هذاك درته كبرنامج احترازي، بلان بي كيما يقولوا، ماشي شرط، ماشي ضروري، لانه لو كان ضروري من المفروض ركان ساي نرجع للدار، لانه البرنامج تاعي ما غاديش يكتمل. وانا ماني تابع حتى لواحد، انا رحاله هاوي، رحاله هاوي، مانيش بالمثيل محترف، عندي رقم معين، راني منظم المجموعه، عندي مش عارف داخل في كتاب جينيس، لازم نلحق، لازم نفوت مع الطريق الفلانيه، وما نفوتش مع هذه، واذا ما فاتش غادي كلشي. لا، حنا هوات، حنا ما كانش غير اللي يحكم فينا، حنا ما كانش اللي يحكم، حنا رانا نستكشفوا ونشوفوا ونتعلموا ونتاملوا ونمارسوا في الرياضه والهوايه اللي نبغوها، اذا ما فتناش مع الطريق نفوتوا مع طريق اخرى. ولهذا البرنامج والخطه هذه كامش مليحه، دير خطه لكن احترازيه، احترازيه، حاجه فضله هكا زياده، اذا تمت فيها في الخير، واذا ما تمتش ايضا فيها خير، وراك تمشي في الرحله تاعك. وايضا من بين النصائح، ما تفرحش بالمسافه اللي قطعتها، على سبيل المثال لحقت 1000، تفرح ودير حفله لحقت 1000 كيلومتر، ما تفرحش ابدا بالمسافه اللي قطعتها. الحاجه اللي لازم تفرح بها انك شا تعلمت في هذا ال 1000 كيلو اللي قطعتها، ماذا استفدت، شا تعلمت وش ربحت. وايضا من جانب اللي هو جانب حساس، جانب الله سبحانه وتعالى، هل هذه الرحله قرباتك لله سبحانه وتعالى؟ بمعنى هل
صليت صلوات المكتوبة، صلاة الفرائض، حافظت عليها وحافظت على الأذكار والأوراد اليومية، هل هذه الرحلة قربتك لله سبحانه وتعالى؟ هل تأملت في خلق الله؟ إذا كانت هذه الرحلة خطوة أو فرصة قربتك من الله وزدت في الإيمان تاعك، هذه حاجة خير لك درتها، حاجة خير، هذه الرحلة خرجت عليك بالخير. أما إذا كان بعداتك خلتك تفرط في صلاتك، خلتك تفرط في أذكار الصباح والمساء، إذا كان عندك ورد تقراه تاع قرآن في حياتك العادية، ما كي رحت رحلة نسيته وفرطت فيه، هذه الرحلة لا تعاودها كاع. هذه اللي نركزوا عليها واللي نفرحوا بها خلال الرحلة، ما تفرحش بالمسافة هذيك اللي قطعتها، قطعت 2000 أو قطعت 3000 أو مش عارف قطعت مليون كيلومتر. نشوفوا واش تعلمنا في هذه المليون كيلومتر واش استفدنا من هذه الرحلة. لازم نستفد، لازم الهدف يكون أنك تتعلم وتستفاد وتتلاقى مع ناس جدد وتكون صداقات وتعرف بالناس وتشوف الناس كي عايشة وتبدل النمط تاع الحياة تاعك وتخرج من منطقة الراحة إلى منطقة الجهد والتعب، لأن هذا الجهد والتعب هو الراحة الحقيقية، هذه هي. أما المسافة هذه وش على قطعنا وش عملنا، هي أمر ثانوي، أمر ثانوي من بعد هذاك، من بعد أنا هضروا عليه أو تشري عداد في الدراجة تاعك باش يعد لك المسافة كتوثيق، هذا ما كان ماش كهدف، كتوثيق. وزيد أيضا احنا كي يتعلق الأمر بهذا بالمسافة، احنا ماناش متسابقين، احنا رحالين مغامرون او مشاة، احنا نفرحوا بالهواية تاعنا اصلا هي في حد ذاتها، نفرحوا كوننا رانا نمارسوا في الشيء اللي نبغوا ماشي في المسافة اللي قطعناها او وما الى ذلك. عادي، وهذه نقطة مهمة بزاف. وايضا من بين النصائح ان الاطلاع هذيك شغل دائما في كي يبقى لك 10 ايام او 20 يوم على الرحلة تاعك او مش عارفش على الوقت، اطلع، حاول تجمع قدر كبير من المعلومات وتدخل في المجموعات تاع السفر، كاين مجموعات اجنبيه تلقى فيها فوائد كثيره، مجموعات اجنبيه في الغرب في الولايات المتحده وما الى ذلك، او مجموعات اوروبيه تستفاد منها لانك غادي تلقى رحاله عالميين، لانه الرحاله تاعنا العرب ما عندهمش امكانيات باش يقلال الرحاله اللي داروا رحلات حول العالم او تستفاد منهم، ولهذا لازم توسع الاطلاع تاعك وتطلع على الاجانب، لانه الاجانب ايضا غادي يفيدوك وتطلع تجمع معلومات باش تحترس وتدي قطع اضافيه معاك اللي يلزموك في الرحله تاعك. وايضا من الجانب المادي، دراهم على سبيل المثال، انت عندك مبلغ معين او ميزانيه غادي تخصص على الرحله تاعك، غادي تخصص على سبيل المثال تخصص 5 ملايين، تخصص الرحله ما في الجزائر، ماشي نحن واش نهضروا على رحله في افريقيا، لان الرحله حول افريقيا غادي تكلفك كما قلت لكم قبيلات ربما تكلفك 40 مليون او فايت 40 مليون، هذيك باين بلي ما غاتستفدها معك كما دارت. غادي انت من قبل قاعد دير تحل، تفتح حساب بنكي اللي فيه بطاقه فيزا او ماستر كارد، او دير خطه انه يرسل لك دراهم، تخلي دراهم هنا دولار او اورو ويرسلوا لك وستر يونيون، لكن من الافضل فيزا كارد، خير فيزا كارد. ثم قبل ما تدير الرحله تاعك تحل فيزا كارد هذه باش كي تكون انت في الرحله ويكملوا لك دراهمك تجبد. كذلك هنا في الجزائر، عندك 5 ملايين او 10 ما غاديش تستفدها معاك، ممكن تطيح لك، ممكن لا قدر الله كاش مشكل، هذيك 5 ملايين ولا 4 ملايين اللي غتخصها الميزانيه تاع الرحله خليها في السي سي بي تاعك وتلفد معاك هذيك بطاقه ذهبيه او الشاك. او انا كيما كنت ندير، هذا للناس اللي سقساوني على الميزانيه بزاف، سقساوني على الميزانيه شحال كلفتك، ما تكلفكش بزاف. انا رحله في الجزائر، انا هذه الرحله الاخيره كلفتني 4 ملايين و800 او 5 ملايين، كلفتني اكثر من الرحله السابقه، رغم الرحله السابقه كانت طويله بزاف، مانيش عارف كيف كلفتني قبل اكثر، هذه مانيش عارف على. المهم هذا امر ما شغل ما يهمش بزاف، المهم الانسان يخصص ميزانيه. كما قلت لكم انا ما كنتش نرفد المبلغ تاعي هذا الدراهم هذو، ما كنتش نرفدهم كاع، نخلي 200 300 هكا 400 500 في جيبي دائما كيما هكا، الدراهم تاع الكونيكسيون كاع راك تعرفوا، وهذيك 500 راك تسلك بها، راك تمشي بها حتى اللي تكمل لك، تبقى معك مبلغ كبير حتى اللي تكمل لك تعاود تخرج. هذه هي ايضا من بين النصائح المهمه، انه تستخدم العتاد اللي عندك للشيء المخصص ليه. انت عندك دراجه سفر وعندك حقائب سفر، تستخدمهم للسفر بالدراجه، على سبيل المثال انت تسافر بايك تورينج، سفر عن طريق الحقائب، ما تروحش بايك باكينج، ما تروحش الشيء اللي قد يديره البايك باكر. البايك باكر عندك شغل مجال اوسع، عنده امكانيات اكثر، انت اقل منه. علاش انت اقل منه؟ لانك راك ثقيل. نعطيكم مثال،
انا شفت بزاف ناس هما بايك تورين ويروحوا دوك المسالك الجبليه، مسالك جبليه ماشي مسالك ترابيه، لانه فرق بين المسالك الترابيه وبين مسالك جبليه. مسالك جبليه هذه تمشي فيها الدراجه الجبليه او تمشي فيها الاي تي بي او تمشي بها الفات بايك، لكن التورينج بايك تمشي في الاسفلت في الكودرون وتمشي في البيست، البيست العاديه، البيست العاديه او حماده أو. لكن مسالك جبليه هذوك اللي فيهم ميدان وفيهم تنقز وفيهم بالك ترفد قشك وفيهم الحفر، هذوك الدرجة الجبلية درجة الصفر ما تصلحش فيهم، وإذا مشيت فيهم غادي يصرى لك عطل، وممكن هذاك العطل يأثر على الرحلة تاعك. وكان عطل الناس قاعد تخاف منه، اللي هو انكسار أحد أسلاك الحافة، الأسلاك الريونات، الأسلاك سبوكس، هادو سبوكس هادو إلا نقردو لك هنا راك في مشكل، لا سيما إذا ما كنتش رافد معاك أسلاك زيادة. ولهذا اللي يقترب معاك 8 أسلاك، 4 على الأمام و 4 على الخلف، اللي عندك 36 أو 32 سلك تحسب المقاسات تاع الأسلاك تاعك، تكون عندك معرفة بالأسلاك هادو وكيف تركبهم وترفدهم معاك باش إذا نقردو لك تعاود تركبهم. مؤخرا شفت الميلود أو زازا وقيلة مش عارف وين، في مكان ما مش عارف عاقل وين، نقرد له السلك. على بالكم شو السبب اللي خلى السلك ينقرض له؟ لأنه أساء استخدام الدراجة، أساء استخدامها، طريق ما من المفروض ما يتمشاش معها راح مشى معها، وهو تقيل وزازة والميلود وأنا ومعظم الرحالة نسافروا تقال، نسافروا على الأقل كيما نكونوش رافدين، نكونوا رافدين 35 كيلو، هذه بالماء بالماكلة بلا الوزن تاع الدراجة. هنا السلك يتضرر كي تفوت مع مسار ما يصلحش فيه الحفر فيه، لا سيما سوء الاستخدام، كي تشوف حفره ما تنقش تعجبك تبقى هكا، هنا ينقرض لك السلوكه. ولا ما نقرض لك السلوكه كي تقلع الاطار تاع الدراجه تاعك، اطار تاع العجله اطار، وتشوف في الحافه، تشوف في الجونطه تاعك تلقاها فيها تشققات، هذه الا ما نقرض لك السلك، وتروح وتتفقد الحافه تاعك تلقى فيها تشققات، يا لو كان صغار ماكش شايفه. ولا ما صرات التشققات هذه من الداخل تصرى من برا عند الايليت عند العين تاع وين يدخل السلك، تما تصرا تقوم معظم الرحال يصرا لهم هذاك. علاش؟ لانه هو راه بايك تورينغ يروح للطرق تاع البايك باكينغ. انت كي تكون بايك باكينغ يكون عندك اطارات عراض وتكون عندك ممكن دراجه خفيفه، راه جاي فيديو ان شاء الله تاع البايك باكينغ نشرحوا فيه ونفصلوا، ويكون عندك حقائب باختصار تكون خفيف، تكون خفيف. هنا كي تفوت الحفر وتفوت هذوك الاماكن تجي عليك لانك راك خفيف، هنا السلك ما يتضررش. اما وانت بالطريقه التقليديه البايك تورين وتروح ديك المسالك الصعبه وتسيء استخدام الدراجه تاعك، هنا غادي تصرى في مشاكل. ما لا النصيحه شاهيه، مشي في الطرق اللي مخصصه لهذا النمط من السفر، هذا النوع بايك تورين، مشي في الكودرون او في البيست. اما الجبل لازم تتحاشاه، جبل هذيك المسالك الصعبه اللي فيها الحفر وكاع، وانت بايك تورين اصلا راك ثقيل، راك تقيل، غادي ترفد غادي تدمر وغادي تتعب بزاف. كي تكون بايك باكينغ معليش، بايك باكينغ راك خفيف كاع، كي تلقى مسلك صعيب ولا غادي ترفد الدراجه تاعك غادي تدمر، هادشي خفيفه ممكن تروح خفيف بنصف الوزن، اذا مولف تروح ب 35 غادي تروح ب 15 ولا ب 16 كيلو ولا اقل من ذلك. هذه نصيحه مهمه بزاف، هذه هي النصائح خوتي. على كل حال هذا المجال تاع موضوع تاع النصائح موضوع مفتوح ماشي موضوع مغلق، بمعنى انه نتناصحوا فيما بيناتنا على الدوام، اللي عندها كاش حاجه زعما ما تكلمناش عليها سؤال ولا، راه كاين الايميل كاين فيسبوك انستغرام، لا سيما الايميل ارسلوا لي في الايميل، وانا كيكون غلط ايضا ثاني مصحوني. هادو هما النصائح اللي حضروني حاليا، باين بلي رانا ناسينا النص اصلا، هذا الفيديو ما حضرتلاش كاع يعني، ما الا الاسئله اللي طرحوا ليها الناس في اليوتيوب، الأماكن الأسئلة الشائعة هذيك اللي سجلتها. أما النصائح هذا حاليا راه حاضرني، باين بلي نسينا بزاف صوالح، اللي راه باغي يتعرف على حاجة وعنده موضوع أو يكتب لنا في التعليقات أو يراسلني. عموما وباختصار، السفر بالدراجة يتركز على أمرين، الأمر الأول اللي هو العتاد، لأنه بالعتاد أنت تقدر تسافر، لازم العتاد يكون حاضر هو الأول. بعد العتاد، العتاد تاعك أنت، العتاد البدني والنفسي، الجاهزيه تاعك وجمع المعلومات وتتفرج في اليوتيوب وتتعرف على هذو الرحاله وبالك ممكن تتصل بهم وتجمع معلومات على المجال هذا على السفر،
تكون عندك درايه حقيقيه وتكون عندك علم. انا من نوع يعني هذه الامور تتعلق بالشخصيات الانسان، انا من نوع اللي يميل للتخطيط، تخطيط وضع خطه وضع برنامج تجمع العادات تاعك، ماشي غير تصدم، ماشي غير تصدم. يعني هاد الامور هادو 50%، 50% اللي يبقى اصدم، اصدم غامر روح للمجهول، لكن 50% تخطيط، تخطيط توضع برنامج، ماشي غير تصدم كيما هكا مع تصطدم بالواقع. ولهذا العتاد مهم، اللي عنده فرصه باش يجمع العتاد يجمع قدر المستطاع. اذا لقيت خيمه مثلا دير جملاين، ولقيت خيمه تاع مليون شريت على الجملاين، لانه في الميدان غادي تكتشف بلي هذيك تاع الجملاين خير. ما تجمعش عتاد غير هكا من هبه ودبه، كاين عتاد مخصص للسفر وكاع، رغم انه كما قلت لكم قبيلات العتاد هذا ماش ضروري 100%. الناس سافرت بسرعه واحده، يا ودي الناس سافرت على رجليها، الاسلاف تاعنا وجدودنا حجوا على رجليهم بالجمل، فما بالك تعطيه دراجه. لكن في نفس الوقت العتاد هذا غادي يريحك ونقص عليك التعب، وماذا بيك انت هذاك التعب توفر على نفسك انت، اذا خيروك بين تتعب وبين ما تتعبش، على الاقل تتعب في تتعب اثناء السفر وانت راك في الدواسه وكاع، ماشي العتاد نفسه هو اللي تعبك. ولهذا اللي عنده فرصه باش يجمع العتاد الامثل والعتاد المناسب والعتاد الغالي يجمعها مع الوقت. وانا ايضا كما قلت لكم نميل للتخطيط، نميل ايضا للصبر. انا نصبر بزاف، ممكن نصبر 3 سنين على رحله عادي، ما عنديش مشكله، نصبر ما نتقلقش، نصبر نجمع العتاد نجمع المعلومات ونتجهز نفسيا وبدنيا، من بعدها نخوض الرحله تاعي، والرحله ما غاديش تهرب ابدا الى ربي يطول في الاعمار وعشنا. هذه تكلمنا على الجانبين، الجانب تجمع العتاد تاع الدراجه تاعك، من بعد العتاد النفسي والعتاد البدني تجهز نفسك. وهذا الامر الثاني هو تبان لي اسهل كوننا في الجزائر، لان في الجزائر باش تجمع العتاد تاعك شويه صعيب، المصادر قليله وتقريبا انا نشرب الانترنت، وبزاف ناس يغلطوا في السفر بالدراجه يحسبوه زعمك هو متوفر لجميع الناس. طبعا هو متوفر لجميع الناس، لكن ما تخلطش بينه بين الريتم تاعه وبين الرياضات الاخرى. اذا كان انت موالف تمارس السفر الباك باكينج، كاين بزاف باك باكر رحاله، رحاله على الاقدام يمارسوا الباك باكينج او التريكينج او الترو هايكينج، هادو ثلاثه طبعا هما اقدر الناس على السفر بالدراجه لانه عندهم خبره. لكن غادي كي يسافر بالدراجه غادي يقارن ريتم اخر، ريتم اخر تماما ما يشبهش داك الريتم اللي كان متعود عليه، او حتى العدائين او اي رياضه اخرى. ولهذا لازم التحضير البدني والنفسي، انت كي تحضر بدنيا للدراجه راك تتعرف على داك الريتم، ما يتشبهش الريتم تاع حقيبه الظهر، ما يتشبهلاش ابدا. اذا كان انت مول بحقيبه الظهر تمشي مسافه طوال، غادي كي تحكم الدراجه وتحط فيها الحقائب غادي تعييك، لانه الريتم يختلف، لا سيما كي تلحق الطريق مرمله او تلحق مرتفعات وغادي تحبس. ولهذا كي تدرب وتدير برنامج غادي تتعود على ذاك الريتم، تتعود على ذاك الريتم، حتى كي تخرج رحله ما غاديش يغبنوك هذوك المسافات الطوال او المسارك هذو الرمليه او المرتفعات لانك متعود عليهم. ما تقولش انا راني موالف صاي ما شغل نضمن هذاك الجانب نروح مباشرة ندير رحلة. إلى هنا أخوتي أنا شنقولكم، نقولكم أي نقائص أو أي حاجة نسيناها أو أي حاجة متكلمناش عليها راسلوني أو حطونا في التعليقات، هذه هي. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع هذا، وإنت نتلاقوا في أقرب فرصة إن شاء الله في مقطع نتكلموا فيه على البايك باكينج والبايك تورينج وعلى العتاد اللي نستخدمه في البايك باكينج، ما هو البايك اللي نعرفوا به بالدراجة المستخدمة بالعتاد المستخدم وعلى كثير من الأمور. وقادر تاني قبله ندير مقطع هذا يتعلق بالعتاد، ماش عتاد تاع بايك باكينج لكن العتاد تاع الدراجة نفسها، ممكن ندير هذا الفيديو قبل فيديو تاع باكينج. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم وتهلاو في روحكم.